لمباراة الترجي الهامة في إياب دور الثمانية طبعا من دوري أبطال أفريقيا، هي أكيد مباراة مهمة جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. لكن خليني أقول لكم سريعا إن معايا في هذه اللحظات المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. باشمهندس برحب بيك في البداية. طبعا في البداية عايز أحييك طبعا على إصرارك في التواجد وتبقى ترقص طبعا بعثة النادي الأهلي في تونس في مباراة مهمة زي دي زي مباراة الترجي، رغم إن النتيجة يمكن ما كانتش في صالحنا قوي في المباراة الأولى. لا طبعا ده موضوع مفروغ منه، المسؤوليه تحتم على كل واحد فينا انه يساند الفريق بطريقه اللي هو شايف انها ممكن تكون بتضيف حاجه للفرقه، تضيف دفعه معنويه، تضيف روح للفريق، انه يبقى رئيس النادي هو رئيس البعثه. اكيد بتديهم اشاره انه هذه مباراه مصيريه بالنسبه لنا، ومباراه بندافع فيها عن تاريخنا وبندافع فيها عن النادي الاهلي وعن كلمه النادي الاهلي وعن شعار النادي الاهلي. فانا شايف انه وجودي كان مهم من وجهه نظري انه يبقى متواجد مع الفريق ومع الجهاز ومع اللاعبين. بالنسبه لي انا على الاقل كان وجودي مهم، وان شاء الله يكلم بالفوز ان شاء الله. متفائل بالاجواء قبل الماتش يا باشمهندس؟ شايفين الاهلي طبعا الفريق بيستعد بمنتهى القوه خلال من فوره طبعا الوصول امبارح، التدريب الاول كان استعداد قوي جدا، النهارده التدريب على الملعب الرئيسي استعداد كان اقوى، في تركيز كبير واضح على اللاعبين. انت رؤيتك شايفها ازاي بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين، وهل متفائل ان شاء الله ولا لا؟ انا على طول متفائل بالفريق، متفائل بالجهاز، متفائل بالروح، متفائل بعائلتنا، لانه الحقيقه الولاد بتبذل كل ما في وسعها. مش محتاجين تحفيز، هم محفزين اساسا، هم عارفين حجم المسؤوليه اللي عليهم، فبيتصرفوا من هذا المنطلق. الولاد مركزين ما شاء الله كويس قوي، واحنا فرقتنا فرقه كويسه، احنا النادي الاهلي بالظبط فرقة كويسة قوي، يعني زي ما قلت قبل كده احنا بقالنا حوالي 3 سنين بنبني في هذا الفريق، وانا الاوان ان نجني ثمار هذا البناء. الحمد لله الفرقة النهارده احنا عندنا فرقتين مش فرقة واحدة بالظبط نفس المستوى. الاختيار بقى صعب على كابتن حسام البدري، اللعيبة كلها على مستوى واحد، اللعيبة كلها عندها نفس الروح. فأنا دايما متفائل ومتفائل بالفريق ده، ومتفائل بالجهاز، ومتفائل بالروح اللي ان شاء الله يعني. تمام. شايف طبعا اكيد كان في اجتماع ما بينك وبين لاعبي النادي الاهلي، او على الاقل بعض الرسائل والكلمات اللي انت قلتهم للاعبي النادي الاهلي قبل مباراه مصريه زي دي. لا طبعا هم اللعيبه فاهمه، انما كل اللي انت تقدر تقوله ان انت يا جماعه احنا بندافع عن تاريخنا، وعايزين هذه البطوله نسترجع مجد النادي الاهلي، نادي القرن، النادي الاول في افريقيا، النادي الاول في الشرق الاوسط. هم مش محتاجين يعني بامانه شديده، فرقتنا مش محتاجه هذا الكلام. اكيد كان في بعض الرسائل اللي حضرتك وجهتها لهم. طبعا الرسائل كلها انه احنا بنوفر لكم كل اللي ممكن عشان يبقى عندكم كل الامكانيات اللي تؤهلكم ان انتوا تبقوا احسن فريق في افريقيا. نرجو ان انتوا تسعدوا جماهيركم وتسعدوا الشعب المصري بفوز وبالوصول الى النهائي والفوز بكاس افريقيا السنه دي. بدعي من ربنا بالتوفيق، يعني احنا زي ما انت قلت النتيجه بتاعت المباراه اللي فاتت كان فيها عدم توفيق كبير قوي، كان فيها اخطاء تحكيميه، فيعني انا بتمنى انه التحكيم يبقى عادل في هذه المباراه. بتمنى انه ربنا يوفقنا، لانه الكوره بتبقى غلطه واحده بتؤثر على نتيجه المباراه. فالتركيز التركيز التركيز بالنسبه للفريق اعتقد هو اهم عنصر لعدم ارتكاب اخطاء، وربنا يوفقنا بقى ان شاء الله. احنا هدرنا فرص في مباراه الذهاب، كانت فرص كفيله ان هي تخلص المباراه، كانت تخلص المباراه من بدري. بتمنى ان توفيق من عند ربنا، ان الفرصه اللي تجيلنا نستغلها، وان الاخطاء ما تحصلش عندنا.
لاعبي النادي الاهلي اكيد مش محتاجين تحفيز كبير قبل مباراه مهمه زي دي، كل جمهور النادي الاهلي بيستناها، لكن هل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر فكر ان يبقى يضاعف المكافئات في حاله الفوز وتخطي هذه العقبه، خصوصا ان مباراه الاهلي والترجي الناس كلها بتتكلم اللي هيكسب المباراه دي هيبقى فرصه كبيره جدا ان هو ياخد البطوله؟ هو طبعا ده نهائي مبكر، يعني انا بعتقد انه الاهلي والترجي هو النهائي الحقيقي لهذه البطوله. موضوع المكافئات برضه انا قلت قبل كده لعيبة النادي الاهلي ما بيبصوش للمكافأة او ان انت تضاعف مكافأة فوز او تضاعف مكافأة تعادل، الكلام ده مش هو ده اللي بيحفز لاعبي النادي الاهلي، انما تقديرا من الادارة وتقديرا من الجماهير وتعبيرا عن تقديرنا لمجهودهم لما بيفوزوا بحسب اهمية المباراة بيتقرر مكافآت، ومش شرط انها مكافآت بس من النادي، بيجي مكافآت، نقدر نجيب مكافآت من بره، محبي النادي كتير وبيتمنوا ان هم يساهموا في تحفيز اللعيبه للفوز ان شاء الله. مجلس المهندس محمود طاهر يمكن حقق كل الانجازات، كل البطولات على مستوى فريق الكوره، خدنا طبعا كونفدراليه كانت اول مره تخش النادي الاهلي، دوري، كاس، سوبر، كل البطولات اللي ممكن النادي الاهلي يشارك فيها ويحرزها ما عدا دوري ابطال افريقيا، وده يمكن الحاجه الوحيده اللي ناقصاكم، باصص البطوله ان شاء الله ازاي؟ لا طبعا بتمنى، اي مجلس اداره بيتمنى انه يحقق اكبر قدر من الانجازات والبطولات. وزي ما انا بقول دايما انه اي مجلس اداره بيجي عنده مشكله كبيره جدا في انه بينافس تاريخه وبينافس تاريخ النادي الاهلي، وتاريخ النادي الاهلي مليء بالبطولات، فانت مهما حققت كمجلس من بطولات ما بتقدرش انت مجرد حلقه في سلسله طويله من الانجازات ومن البطولات، انت احدى هذه الحلقات. ففي الحلقه دي بنتمنى ان احنا نحقق اكبر قدر ممكن. بطوله افريقيا طبعا هي هتبقى نجمه الشرف لهذا المجلس اذا ربنا وفقنا وقدرنا ناخدها ان شاء الله. عايز ادخل شويه في الناحيه الاداريه يا باشمهندس، خلاص يعني اتكلمنا على الكوره واهميه مباراه الترجي وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله خلال مباراه الغد، لكن ناحيه اداريه شويه، النادي الاهلي تطور بشكل كبير جدا في عهد المهندس محمود طاهر من الناحيه الانشائيه طبعا بخلاف ناحيه البطولات في جميع الالعاب، لكن ايه التطور اللي باشمهندس محمود طاهر بيبص له خلال الفتره الجايه عايز يضيفه للنادي الاهلي في مختلف فروعه؟ لا الحقيقه النادي الاهلي ما بيخلصش تطور، وهي دي شعبيه وجماهيريه النادي الاهلي وطموح جمهور ومحب النادي الاهلي بيتزايد مع كل انجاز بيتحقق ومع كل تطور بيتحقق. الجمهور طموحه بيزيد مع الفريق، الاعضاء طموحها بيزيد مع النادي في الناحيه الاجتماعيه والناحيه الخدميه والناحيه الانشائيه، الفروع الجديده الاعضاء بتبقى قاعده او المواطن الطبيعي بيبقى قاعد مستني النادي الاهلي يفتح فرع في اي مكان عشان يشترك فيه، فطبعا الطموحات ما بتتوقفش والانجازات لا يجب ان تتوقف. والنهارده اللي انا بعتبر انه انجازنا الحقيقي انه احنا قدرنا نمشي بالمركب في وسط الامواج العاتيه اللي حصلت لنا خلال الاربع سنين اللي فاتوا، وبنوصلها لبر الامان. لسه في امواج لحد دلوقتي؟ طبعا احنا الامواج ما بطلتش من تاني يوم الانتخابات، يعني من تاني يوم نجحنا في هذه الانتخابات والامواج ما زالت مستمره، واول موجه كان القضيه بتاعت حل المجلس وكملنا بالمجلس، والحقيقه يعني لا هناك طبعا امواج عاتيه عدينا فيها، انجازنا الاكبر ان احنا كملنا المسيره بنجاح، مش مجرد ان احنا كملنا المسيره ووصلنا المركب للشط وهي متكسره، احنا بنوصل مركب سليمه قويه قادره على العبور البحر مره اخرى. كلمت حضرتك عن الامواج اللي بتواجه النادي الاهلي، الانتقادات، الكلام الكتير اللي بيبقى حوالين النادي الاهلي، اخر شيء حصل هو جزئيه اللائحه واللائحه الاسترشاديه، والجزئيه دي يمكن شائكه شويه، كلام فيها كتير جدا. هل ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يعدي الموجه دي؟ هو الحقيقه هي مش شائكه ولا حاجه، انا برضو يعني هو الكلام فيها كتير، انما هي ليست بشائكه على الاطلاق. موضوع اللائحه، موضوع الحقيقه انا لسه مش قادر افهم هو لماذا هذا التعنت واخذ الموضوع بطريقه في غير سياقها وفي غير نطاقها. النادي الاهلي لم ياخذ خطوه غير قانونية في هذا الموضوع، وكل مرة بطلع بقول هذا الكلام، أنا محتاج حد يقول لي ما هو الخطأ القانوني الذي ارتكبه النادي الأهلي. النادي الأهلي وزي ما قلت
ما عملش خطوة واحدة أو مجلس إدارة النادي لم يتخذ أي إجراء أو أي خطوة دون استشارة الفقهاء القانونيين المستشارين القانونيين، ومنهم مستشارين بيشغلوا مناصب في الدولة وفي مجلس الدولة وفي القضاء، أعضاء من النادي الأهلي تطوعوا لإبداء آرائهم القانونية، وإحنا ماشيين وبنسلك كل الطرق القانونية الممكنة. التفسيرات اللي بتيجي كلها الحقيقة تفسيرات غير مقنعة وتفسيرات غير قانونية، يعني احنا بنبعت تفسيرات قانونية او بنشتغل على اساس قانون، الردود اللي بتجيلنا بتيجي غير قانونية وبتيجي اعلامية وبيجي كلام بقى طبعا النادي الاهلي ضد الدولة، مجلس الادارة بيتعالى، مجلس الادارة هو النادي الوحيد. طبعا احنا النادي الوحيد لان احنا النادي الوحيد في مصر اللي عنده مقرين مثلا، ما هو دي حاجة ما حدش واخد باله منها، انه ما فيش نادي في مصر عنده مقرين، في نادي عنده مقر وفرع او مقر وفرعين، النادي الاهلي عنده مقرين وفرع وان شاء الله هيبقوا مقرين وفرعين، فاحنا بنتكلم في وضع مختلف، النادي الاهلي له وضع مختلف، مش لانه احسن من الباقيين، لانه وضعه مختلف، انما وضعه المختلف ده لم يخرج عن اطار القانون ولم يخرج عن الاطار المبدئي والالتزام اللي النادي الاهلي طول عمره على مدار تاريخه بيعمله، ما بيخشش في معارك خاسرة، ما بيخشش في معارك بلا جدوى، وبيتبع دايما الطريق المظبوط. احنا وبأؤكد سلامة موقفنا القانوني 100%. مسألة التوقيت بقى هي دي اللي هتبقى مشكلة. احنا بعتنا للجنة الأولمبية لمركز التسوية والتحكيم، بنتمنى انه يحصل فيها عدالة ناجزة وانه يبحث هذا الموضوع والتحكيم يتم بطريقة عادلة ومنطقية، واحنا موافقين على اي حاجة يقولها القضاء الشامخ بتاعنا. يعني طالما النادي الاهلي ماشي قانوني، من وجهة نظر حضرتك ايه الافكار اللي بتبقى في اللجنة الاولمبية او اللي خلاهم ياخدوا قرار مثلا زي ده، ان اللائحة الاسترشادية هل تطبق على لائحة النادي الاهلي وهي تبقى لائحة النظام الاساسي بالنسبة للنادي الاهلي؟ من وجهة نظر حضرتك طالما النادي الاهلي ماشي بشكل قانوني كده، ليه هما بيعملوا كده؟ الحقيقة دي حاجة مش مفهومة طبعا، انما بغض النظر عن انها مش مفهومة وغير منطقية، الردود اللي بتيجي الحقيقة ردود كلها مش عايز أسيء لحد فيها، إنما ما يصدر عن اللجنة الأولمبية في الإعلام عن لسان السيد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وعن لسان السيد المدير التنفيذي الحقيقة كلام ما يتردش عليه، أقل ما يمكن أن يقال إنه ما يتردش عليه. الأهلي ضد الدولة زي ما قلت لك، الأهلي بيتعالى، الأهلي يدور على بلد تانية يشتغل فيه، إحنا بنشتغل بالقانون وليس هناك في القانون ما يمنع، وبأكررها للمرة العاشرة، ليس هناك في القانون ما يمنع النادي الأهلي إنه يعمل جمعيته العمومية على يومين وفي المقرين. وإذا كان حد عنده أي سند قانوني بيقول غير كده أو في حاجة في القانون 71/2017 بتقول غير كده يوريها لنا وإحنا هنعتذر له على الملأ، إنما ليس هناك في القانون ما يمنع، إنما هناك تعنت من بعض الأشخاص، هناك طبعا هناك تعنت بين من بعض الأشخاص دون أي أسانيد قانونية، زي ما بقول لك كل اللي بيجي لنا حاجات في الإعلام تحليلات لغوية، أصله اجتماع المقصود به إن هو يوم واحد ومقر واحد، ده اجتماع خاص ويعني مش هخش معاك في التفاصيل القانونية دلوقتي، التفاصيل القانونية لها ناس قانونيين، أنا مش هطلع أشرح القانون، أنا عندي ناس قانونيين يتكلموا في القانون، للأسف ما بيردش علينا حد بيتكلم في القانون، اللي بيرد علينا كله اعلاميا ناس ما بتديناش اي سند واقعي او قانوني بيقول انه ما حدث خطا. هنروح نتكلم برضو عن تطوير النادي الاهلي، وحضرتك قلت النادي الاهلي ما بيتوقفش عن التطوير دايما، ده شيء اكيد مهم بالنسبه للاعضاء وجمهور النادي الاهلي، لكن الـ 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 الخطوه القادمه ان شاء الله هتكون هو فرع التجمع الخامس ان شاء الله، لكن في خطوه مهمه جدا كان مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره المهندس محمود طاهر كان وعد بيها، وهي استاد النادي الاهلي. ايه اخر الاجراءات اخر التطورات في هذا الموضوع؟ استاد النادي الاهلي طبعا انت عارف طبعا هيجرني ان احنا هنتكلم عن جمهور النادي الاهلي وحضورهم لاستاد مختار التتش وكان شيء مهم جدا، لكن نتكلم الاول في الجزئيه. مفيش شك انه حلم جماهير وادارات النادي الاهلي المتعاقبه هو استاد النادي الاهلي، ان يملك النادي الاهلي استاده. احنا قاطعين
شوط كبير. ده اولا، ده طبعا ونتيجة الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلد في الفترة اللي فاتت، ونتيجة فروق العملة الصعبة وكل هذا الكلام، فالمشروع بيزداد صعوبة انك تجد تمويل لهذا المشروع. انت بتتكلم في مشروع بيتكلف دلوقتي، بنتكلم في مليارات بعد ما كنا بنتكلم في مئات الملايين، انت بتتكلم في مليارات. عشان المشروع ده يكمل لابد ان يكون ممتزجا بمشروع استثماري معاه. ما ينفعش انك تبني الاستاد فقط وتقدر تجيب السيولة النقدية اللي تؤهلك لبناء هذا الاستاد. فاحنا عملنا دراسة مع شركة من اكبر الشركات اللي بنت استادات كتير قوي في اوروبا، دراسة تسويقية ودراسة اقتصادية، وعملنا الدراسة الهندسية مع احدى كبريات الشركات الالمانية اللي بنت مثلا استاذ أليانز أرينا. الحقيقة أليانز أرينا استاد بايرن ميونخ اكيد استاد رائع جدا، ونتمنى ان النادي الاهلي يكون عنده استاد زي ده. احنا طبعا التصميم المبدئي للاستاد الحقيقة حاجة جميلة وحاجة نحن فخورين بيها، وقدمناها، قدمنا هذا التصميم المبدئي في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ في 2014. ومكملين، يعني احنا بقالنا سنتين مكملين في هذا المشروع. الدراسة الاقتصادية والتسويقية على وشك الانتهاء، يعني في خلال ايام قليلة او اسابيع قليلة هتبقى منتهية. فان شاء الله يعني احنا بنواصل، هو حلم وهيتحقق، وخطوته الاولى او حجر اساسه في الدراسات اللازمة عشان تعمل هذا الاستاد تقريبا خلصت او في طريقها للنهايه. فاضل بقى حاجات رتوش رفيعه، وبعد كده ننطلق في موضوع الاستاد ان شاء الله. ده زي ما قلت هيجرنا الجمهور النادي الاهلي، واللي حضر المران الاخير للنادي الاهلي في مختار التتش كان منظر رائع جدا، وكان شيء مهم جدا تحفيز اللاعبين النادي الاهلي والجهاز الفني. لكن الاهم هو السماح من مجلس اداره النادي الاهلي ان الجمهور يحضر بعد فتره يمكن ما كانوش موجودين، ويمكن ده كانت لفته مهمه جدا من مجلس الاداره. لا، هو الحقيقه اولا احنا عمرنا ما قفلنا الابواب في وجه جماهيرنا، انما هو يمكن ما جاتش المناسبه في الفتره اللي فاتت، انما عندما كانت تستدعي المناسبه وجود الجمهور احنا كنا دايما بندخل الجمهور استاد التتش. اللي انا عايز اقوله انه سيبك من التدريب الاخير بتاع استاد التتش، انا الحقيقه فخور وسعيد في منتهى السعاده بمباراه الترجي في مصر، لاني شفت جمهورنا الحقيقي، لان انا شفت الجمهور الحقيقي، التشجيع حتى اخر ثانيه، وما زعلوش من اللعيبه، ما زعلوش من النتيجه، رغم انها نتيجه كلنا زعلانين من النتيجه، انما ما وروش فرقتهم ان هم زعلانين من النتيجه، وبالعكس ادوا ثقه لفرقتهم ان احنا عارفين ان انتوا هتقدروا تكملوا المشوار، وان انكم هتقدروا تعملوا في المباراه القادمه. يعني الحقيقه هو ده الجمهور الحقيقي، بالاضافه بقى لحته الالتزام اللي حصلت في مباراه الترجي واللي حصلت في استاد التتش. الحقيقه الجمهور قدم خطوه واثنين وثلاثه دلوقتي، واثبت انه جمهورنا قادر على الرجوع للملاعب بالمسؤوليه الكامله، بيتحملها هو واحنا معاه. احنا بندي رساله بنقول لا، احنا النهارده قادرين بالتواصل مع جماهيرنا، جماهيرنا ملتزمه، جماهيرنا ما بتسيئش لحد، جماهيرنا بتلتزم في دخولها وخروجها وسلوكها عموما بعد انشاء اداره المباريات وشؤون الجماهير. احنا النهارده قادرين على ان احنا ندخل اي عدد في الاستاد اللي هنلعب عليه بطريقه منظمه جدا، بقاعده بيانات محترمه، بكارنيه جمهور اللي عليه طلب شديد جدا. احنا النادي الوحيد في مصر النهارده اللي عنده هذه اللبنه من او الاداره اللي تقدر بكره الصبح تدخل جمهور، وفاضل لنا خطوه وحيده ونقدر نستغني تماما عن التذكره الورقيه، يعني الجمهور هيبقى بيقدر يخش على النت ويروح الاستاد، بيحط البيانات بتاعته ويدفع الفلوس وكل حاجه ويروح الاستاد. هو لحد النهارده بيضطر يروح لفوري او لمنفذ عشان ياخد التذكره الورقيه اللي هي مختومه من كذا جهه. لو قدرنا نتوصل الى اتفاق مع هذه الجهات في انه الختم ده يتم بطريقه اخرى الكترونيه،
احنا هنبقى قادرين ان احنا نوصل ان احنا بندخل جمهورنا زي ما بيخش في اوروبا بالظبط. اكيد جيد جدا، لكن اخيرا بس عايز اخد من حضرتك رسالتين فرصه وانت معايا. عايز رساله للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني قبل مباراه الغد، مباراه مصريه ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يكون موفق فيها، ورساله لجمهور النادي الاهلي. بقول للعيبه والجهاز، انتوا بتدافعوا عن تاريخ النادي الاهلي، بتدافعوا عن فانيله النادي الاهلي، بتسترجعوا بطوله بقالنا كتير غايبه عننا، هتبقى لهذا الجيل من اللاعبين قبل الجمهور وقبل فرحتنا وقبل الاداره. هؤلاء اللاعبين هيثبتوا ان هم مش اقل من الجيل اللي كان بياخد هذه البطوله واللي كان بيجيب امم افريقيا لمصر لمده 3 مرات ورا بعض في يعني هيرجعوا العصر الذهبي للكره المصريه ان شاء الله. الجمهور انا بشكركم على، لانه النهارده برضو في التدريب دخل مجموعه من الجمهور، الواحد الحقيقه كان في منتهى التاثر لان هم كانوا عدد لا يزيد عن 100-120 واحد، انما استاد رادس كان بيرج من هتافاتهم. فانا بشكرهم، باقدرهم، بحترمكم، وطالما احنا بنشتغل على نفس الخط انا متاكد انه القادم بالنسبه لكم وبالنسبه لنا وبالنسبه للنادي الاهلي افضل بكتير ان شاء الله. اشكرك يا باشمهندس. اشكرك حبيبي، شكرا جزيلا. ده طبعا كان لقائنا مع المهندس محمود طاهر، اكيد لقاء كان مهم جدا قبل بدايه مباراه الاهلي والترجي، واللي اكيد بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي ان هو ان شاء الله يقدر يتخطى هذه العقبه امام فريق الترجي التونسي، ومن ثم ان شاء الله التاهل للادوار المقبله وبتحديد دور قبل النهائي وتحقيق هذه البطوله اللي بيتمناها كل جمهور النادي الاهلي.